أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قم بيلك فرود دورك يقدم بيه واد دورنما أربعة خطبة حساسية ينوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسية في الله صوماليا وبابو ليسمو شين حلك اللوغة قادة يسعيد داني ورق يقدم بيه ياكسو بحايا بارلمانكا مامو الكاسي بودلان تن إيو مركي آي بلابة تيقوح أه إن سعيد عبد الله داني أو ياي مشرحو تاغن دورا شادا مدحوينا صوماليا لابكوني كوي لباتنكا يا وحا في الله صوماليا أي بلاودي أبابو الموشين كحلك اللوغة قادة يو مدحوينها بودلان سعيد عبد الله داني في الله صوماليا يا سيدو كلا أبابو ليسا أوضي دقامي ديادا قاركو واسو بلابي إن أي إذا عذاها إيا براها بلشادا كو إيدي يان داني إن أو ربو إن أو بوو حلبانا دا لبدا أقل إيكا سو غاليا ديغانا دا بودلان مدحوين كوحيغين كبودلان إيا قدوميا بارلبان كبودلان أيا وضا موشين كوحانا دقالها بحينا يا في الله صوماليا سيدا عالان سيدا ميديا أي أغاتي وحاد دوان لفليا إن قار كميدا أوضي دقامي ديادا بودلان مغالا دا قروي كو قبتان شير جرائد كاسو أي كوشيغي دونان إن أو داني عدية موقف كيسا إن أو يهي مشرح وتاغن حلك مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا هدي اي تاسي عداتنا اي اشيغي دونان ان او فراها كالبحو حلستا حلبانا دلو داقل اي بارلبانك فدرالك صوماليا سيكستبها اهاتي في اللا صوماليا اي حوق اي قرشكو بحينيسا سيدي اي مدحوين الدني هالكاسو قطور لهايين لكن لما اوغا اهن تاسي ان اي اصور غالي دونتو في اللا صوماليا ورركين حيغا ايان كسو تبين دونا حالة داني اي بارلبانكيسا دينا عكلا قدقا دورشوين كجبلان أو فلين يدلب أو قد بيي أحمد مدوبي مدحوينها دولة قولات كجبلان أحمد مدوبي أو كلان لقاتي قدقا هرقلين تا دورشوين كجبلان أيا أو قد بيي دلب لحرير أرما دورشوين كأحمد مدوبي أو قد هرين تي قدقا كبقا دي الشقادة أي حيان أيا كود رجلي إن أي سيهو فن أقبتان واجبات كود اللو إقمدي إساقو كدالبادي إن أي خبتان دورشو ودر أقل أهي أو حر إي حلال أهي حبنه كسعودي قدقة دورشادة جبلان إلا كل ماي مدحوين أحمد مدوبي أيا دان كودة بلان خاضي إن أي خابان دونان دورش حر إيا حلال أهي سيدا أو كدل بدي سيدا أو كلاوحا أو قدقة كعودسادي مدحوينها جبلان إن أي كهلان ما ملكيسا ودا الشقين سي أي سيفرد أو قتان واجبات كودة لو إيق مدي وحاسي حبسامي له السعودة دردر قلين تهنان كدورشو ينكا حلي أو دوان رئيس الوزارة الرابلة أو بوقشا كتاقي مغالا دي كسمايو إيا حرون تا مامول كجبلان سيكستا ووحا لغو ودا سيدا أو قرشو هيهي إن دماتي بشاني جولاي إن دورشادة سنة ترادة أخل كسري أي كرد عدو قار كميد أي مغالو ينكا دالكا سوماليا حسا أهاتي لما أغا جبلان إيا قبل كجدو حالكا أي كدن باين دونان دينا عكال حوق علوس حسن شيخ محمود أو كبيري دادالو أي ودان بيلاها أبقال يحوادلي مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود أي الله شيغي إن أو كبيري دادالو أو ودا مدحوينيه كوريي أي صوماليا شيخ شريف شيخ أحمد كواسي أو كو أدن دمين تحيسة دهر شبيلي حسن شيخ محمود أي أفر تنيسي دي ديسا على صور دافاي قيبك أها ودا تشيو كالسعودي مقدشة كواسو نحمري سياسيين كسو كالجيدة لبدا بيل أبقال يحوادلي أو كو أدن مامول كير شبيلي وحيابها اوغو مهيمسان اي حد سعودة ايا اه ان مركة هوري لغا حدلو سيدي اي دورشادة بلد ويني اوغو قبسو من لهيد ايادو آن بوغ دعين اسلام مركاسين لوغا بلا من لها سيدي لو حالين لها تبشوين ككالا اي كده شي اسماهير شبالي دادالي حوغلي ايا كسعودة مقالة دا مقدشة كواسو كوا جهان دورشادة كده عيسى مقالة دا بلد ويني اي حرون تقبل كهيران بلد ويني وحايا لو كراس تا اوغو بدان مركي لو ايغو حبناها كايمانا يدين عيهر شبالي وحانا لغو سو دوران دونا شن اي لباتن حلبان مقالة دا بلد ويني ايا وحا كسوغن مليشي اوهو قامين يو جنرال حود او وعد كماري ان ان دورشة حلبانا دا قبل كشعب كان لغو قبن دونين مقالة دا او اي دقال كغهر تاقي دونان اسلام مركاسين مرنبو عقت صوديق دونين قد لاوي isku dayga socda ayaa ah in xal laga gaaro xiisadda ka hor doorashada si loo hubiyo inay ku dhacdo hab nabdoon kadib markii ay fashilmeen isku day la rabo in doorashada lagu soo koobo magaalada Johor oo kale si kastaba ha ahaatee beesha Xawaadle ayaa gabi ahaanba ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle oo fadhigiisa yahay baladweyne ayaa maar u waayay xalinta maamulka Hirshabeelle iyo in ay si weyn uga shaqeyso deegaanada Hiiraan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wiilka adeerku yahay madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdullahi farmaajo oo arin la yaab leh ka sameeyay magaalada muqdisho gaarigii qaaday ikraan tahaliil oo ay qabatay kaamirada CCTV isla markaasina afduub xoogan ayuu u geysaday gabar reer muqdisho ah warbaahinta ayaa heshay muuqaalkii ugu dambeeyay ee kor inta aan la afduuban ikraan tahaliil oo maqantan iyo bishii juun 26 kadib
مركز او افافكا هوري هوتيل غلوبال اي كرنا عدي غاري او لي يهي تاليا هنسا يا غوبالك بنادر ياسين فري سيدا اد كو اركي دونتان موقالك سي سي تي فيغا اكران ايا وحي اي كتير سند هاي ادى نسا ايادو حقهين او نقوتي اغاسمي هوري اي نسا عبدالله محمد سنبلول شيكا دي مركي حلك لغا قادي اي اي او ريكت غوبالك بنادر وحينا حقهين او نقوتي gudoomiye yiriiso walaha una xariistay oo lagu dhaxdilay xarunta gobolka Banaadir bishii Luulyo 24 2019kii ikraan ayaa la rumaysan yahay in ay wax badan ka ogeyd dilkii engineer yiriiso walaha una xariistay waxaana warar kale oo dheeraad ah oo ay heshay warbaahinta ay sheegayaan in ay guur ka diiday Cabdullaahi Kulanjiis Mareexan oo la rumaysan yahay in uu ka dambeeyay afduubka ikraan tahliil isla markaasina ah nin gacan weyn ka haysta madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo adeerna uu yahay CCTV ga ayaa qabatay muuqaalka ikraan oo raaciisa gaari Toyota ah oo warbaahinta loo sheegay in uu leeyahay taliyaha nisa ee gobolka Banaadir Yasiin Farey waxaana warbaahinta saraakiil ka tirsan hay'adda amniga oo diiday in magacooda la sheego ayaa sheegay in Yasiin Farey iyo Jiis Mareexan ay diideen in la baaro telefoonka ikraan si loo ogaado qofkii ugu dambeeyay ee ay la hadashay iyo fariimaha qoraalka ay isdhaafsadeen shirkadda Hormuud ayaa ku xirtay hay'adda CID-da in ay warqad kala yimaadaan nisa si loogu daabaco xogta telefoonka ikraan balse waxay booliiska warbaahinta u sheegeen in nisa ay diiday in ay qorto warqadaasi si kastaba ha ahaatee wiilka adeerku yahay madaxweynaha waqti uu ka dhacay farmaajo ayaa iminka wax kasta inuu ku soo gudbay waxa uu sameynayaa gabadhii guurka diida in uu gabi ahaanba afduubto isla markaasina aan la baari karin si kastaba ha ahaatee waalidka gabadhaani ayaa warbaahinta la hadlay isla markaasina dowladda waxay ka codsadeen ama bulshada Soomaaliyeed in gabadhtooda loo keeno dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo amarsiiyo guddiga amniga doorashooyinka qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble ayaa kulan la qaatay guddiga amniga doorashooyinka oo isugu jira taliyaasha booliiska heer federaal iyo heer dowlad goboleed gobolka Banaadir iyo taliska AMISOM kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska Soomaaliya ee dowlad goboleedka dalka waxaa diiradda lagu saaray kulankaasi sidii loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo sidii ciidamada iyo taliyaasha ay dhexdhexaad uga noqon lahaayeen doorashooyinka la filayo inay bilaha soo socda ka dhacdo Soomaaliya kulanka ayaa ku soo dhammaaday isfaham wuxuuna roob la faray saraakiisha ciidamada inay si daacad ah u gutaan waajibaadka ka saaran doorashada taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu ka mid yahay saraakiisha loo xilsaaray sugidda amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka dalka doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa la filayaa inay dhacdo 10ka Oktoobar ee sanadkan sida ku xusan heshiiskii 27 May ku saxiixeen magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedada ra'iisul wasaare Roble waqtiga loo qabtay doorashada Soomaaliya ayaa laga yaabaa inay ka dib dhacdo maadaama ay soo baxayaan khilaaf cusub oo ka dhashay kuraasta reer waqooyiga Soomaaliland iyo kuwa Jubbaland ee yaala magaalada Garbahaare si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti uu ka dhacay ayaa dad badan aaminsan inuu lugaha kaga dhagan yahay qaybaha gedo isla markaasina waxa uu wali doonayaa in gobolkaasi gedo ee beeshiisa ku xoogganaato isla markaasina xildhibaanada ka soo baxaya gebi ahaanba asiga uu lahaado Jubbaland ayay gebi ahaanba yiraahdeen ma aqoonsanin xaaladda ayaa aad u cakiran beesha caalamka waa ay ka walwalsan tahay maadaama iminka khilaaf uu ku bilowday guddiyada gobollada waqooyi iyo gobolkaasi gedo xaaladda Soomaaliya doorashadeeda ayaa iminka ah mid washwash. Dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.